إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك ولا تقال إلا لك. تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما دائمين عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت في الحديث النبوي الشريف: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى عبر الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، كان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع هذه الكلمات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فما أجمل أن يبدأ العبد يومه بذكر الله تبارك وتعالى، ومن الذكر تلاوة القرآن الكريم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكانت الآيات نورا لصاحبها يوم القيامة. والسورة التي سنستمع إليها بعد قليل هي سورة الواقعة، ولها من الفضل ما لها شأنها شأن سور القرآن الكريم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأثر أحاديث عدة
تبين فضل هذه السورة الكريمة، وروي أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءتها. فبدءا من أول هذه السورة، بدءا من أول سورة الواقعة، يستهل معنا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد صلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب
المركوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة فجعلناهن أبكارا غربا أترابا. غربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين. وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم. وظل من يحموم. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أوآبَاؤُنَا
آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل بدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة نحن جعلناها تذكرة تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة
تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. إخوة الإيمان، وحتى يأذن ربنا تبارك وتعالى بميلاد فجر يوم جديد، نستمع إلى هذه المناجاة والابتهال والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي. لا إله إلا الله، لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب، يا من لعزك كل جاه وبباب عفوك وبباب عفوك وبباب عفوك كل قلب يخشع. أنت المرجى، أنت المرجى في القيامة عفوه، وإليه إليك يا رب الورى نتضرع، من لي سواك، من لي من لي سواك، إليك أدعو راجيا، أنت القريب
تجيب وتسمع. إني أتيت إلى رحابك باكيا، إني أتيت إلى رحابك باكيا، عيناي تهمي بالدموع. وتدفع إني أتيت إلى رحابك باكيا، عيناي تهمي بالدموع. وتدفع تخشى مقامك يا مهيمن دائما. إني أتيت إلى رحابك باكيا، عيناي تهمي بالدموع. وتدفع تخشى مقامك يا مهيمن دائما، وجوارحي لبكائها تتورع. من لي سواك، من لي سواك، إليك أدعو راجيا. أنت القريب لنا تجيب وتسمع. إني أتيت إلى رحابك باكيا، عيناي تهمي بالدموع. وتدفع تخشى مقامك يا مهيمن دائما، وجوارحي لبكائها تتورع. هذه ذنوبي، أنت تعرف قدرها، لكن عفوك يا إلهي أوسع. أنت الكريم، أنت الكريم،
وليس غيرك يرتجى بك نستغيث إليك أنت المرجع يا إله التائبين يا أمان الخائفين يا ملاذ العائذين ما لنا رب سواك يا عظيما في علاه يا مجيبا من دعاه يا مجيرا من أتاه ما لنا رب سواك ارحم إلي ضعفنا اجبر إلي كسرنا اكشف إلهي كربنا ما لنا رب سواك يا سميعا للنداء يا مجيبا للدعاء يا كريما في العطاء ما لنا رب سواك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي بصلاة الفجر هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. ورفع النداء بعد ابتهالات ومناجات ومدائح نبوية. إخوة الإيمان، يقول ربنا تبارك وتعالى في آية الذكر الحكيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن ربنا تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. إنه جل شأنه حين يدعونا إلى طاعته وينهانا عن معصيته إنما هو لنفع الإنسان نفسه. والإنسان المؤمن هو من يستجيب لله في أوامره وينتهي عما نهى عنه. وفائدة العمل الصالح، مستمعين الكرام، يقول عنها ربنا تبارك وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، أما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الحياة السعيدة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة يترتب إذن على أمرين: الأمر الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، ولن تكون هناك حياة سعيدة بدونه. الأمر الثاني العمل الصالح. إن الآية الكريمة، إخوة الإيمان، رسمت الطريق إلى الله تبارك وتعالى في إيجاز. والمتأمل لآيات القرآن الكريم يجد أن ربنا تبارك وتعالى في العديد من الآيات القرآنية إنما قرن بين الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الإيمان والعمل الصالح، إخوة الإيمان، سبب في تكفير السيئات، سبب في نجاة العبد من الوقوع في الشدائد، سبب في مرضاة الله عز وجل ونزول البركات.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فاللهم ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عزيز يا غفار. إخوة الإيمان، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين إلى تلاوة مباركة طيبة يقام بعدها لصلاة الفجر، ويأمنا فيها القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، والذي نستمع منه إلى هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهذا، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا واستووا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما
كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين
اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. الله اكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة الفجر ونقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر موجات الإذاعة المصرية. أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي. في الختام، هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وجلال عبد النبي من الإذاعة الخارجية. من كنترول الإذاعة، تحيات الزملاء مهندس سامي سليم وتامر عبد الغني وأحمد رامي. وهذه تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. والميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات. هذه تحياتي. عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 6 من شهر صفر من عام 1444 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 2 من شهر سبتمبر من عام 2022 ميلادية.